بالنسبة للتأثير الإقليمي لانتخاب رئيسي على الإقليم وعلى وجه التحديد على العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فهذه أيضا قضية لها أبعاد ووجوه مختلفة. علينا أن ننظر إلى هذه الوجوه قبل الإجابة على السؤال. هناك محددات تتعلق بالعلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا العلاقة بين إيران و العربية السعودية، والعلاقة بين إيران وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا علاقة إيران مع جوار مهم جدا مثل العراق، ونفوذ إيران في العراق وتأثيره على هذه المسألة. وهذه المحددات في مجموعها تتداخل وتتفاعل فيما بينها وتنتج حالة من العلاقة لا تسير على ما يرام. القضية الأخرى فيما يتعلق بهذه العلاقة تتعلق بالصورة الذهنية التي يحملها صناع القرار، سواء في منطقة الخليج أو لدى صانع القرار الإيراني حول العلاقة. وهذه قضية جوهرية في نمط العلاقة التي نشهدها. مثلا على سبيل المثال، علينا أن نتذكر ما ورد في وثائق ويكيليكس عندما جرى تسريبها، وكان في جزء منها يتعلق بعلاقات إيران والخليج، وكشفت عن قلق متبادل، كشفت عن انعدام الثقة، كشفت عن نظرة إلى العلاقات الدبلوماسية لا تحتل فيها مرتبة متقدمة. هذه معطيات مهمة لفهم هذه القضية. المسألة الأخرى تتعلق حالياً هناك جيل من صناع القرار أو الحكام في منطقة الخليج، في حين نحن نتحدث عن لم يحدث تغيير في الأجيال في صناع القرار في إيران، ولذلك نحن نتحدث عن بعد أيديولوجي أو سياسي يكاد يكون في موحد في إيران على الرغم من اختلاف الرؤساء، وهناك بالفعل اختلاف في التوجه، لكن المحور الأساسي بقي منذ انتصار الثورة إلى اليوم قائما، في حين أنه في السنوات الأخيرة نحن شهدنا نشوء قيادات جديدة في منطقة الخليج، في جزء منها دعني أقول أنها للأسف لا تجيد قراءة الحالة الإيرانية، ولذلك هي تنحو نحو سياسات غير مجدية على هذا الصعيد. ودعني هنا أعطي مثالا واضحا، وهو عاصفة الحزم. عاصفة الحزم كانت خطوة قدمت على أنها في واحدة من وجوهها للجم النفوذ الإيراني في المنطقة، واليوم نحن ننظر إلى أين وصلت هذه المسألة، وتعطينا مؤشر كبير حول الأبعاد الاستراتيجية في صناعة السياسات في المنطقة. لذلك على هذا الصعيد ما زالت بعض العوامل مؤثرة في علاقات إيران ودول الخليج لم تتغير، وهذا يجعلنا نتساءل إلى أي مدى من الممكن البعد الدبلوماسي يؤثر أو يقود إلى تغيير جيد في العلاقات يضمن مصالح جميع الأطراف. وهذا مرتبط بشكل أساسي بالأمن، مما يدعو إلى بناء نموذج أمني مشترك. هذا فيه تعويل أساسي على إيران والسعودية. في هذه المسألة مع مجيء رئيسي أرسل رسائل جيدة على هذا الصعيد، لكن علينا أن نتذكر أيضا أن رئيسي من حيث التوجه الفكري الأيديولوجي هو ملتزم بشكل كبير بنفوذ إيران الإقليمي، بمعنى أنه لن يتنازل عن هذا النفوذ، لكنه من الممكن أن يدخل أو من الممكن أن يدعم عملية سياسية في اليمن بما يضمن حصة سياسية جيدة لحليفه أنصار الله. إيران من الممكن أن تدعم حلا سياسيا بهذا الاتجاه. إبراهيم رئيسي أيضا معني على الصعيد الإقليمي أن يحقق نجاحات بهذا الخصوص.
إذا حدث انفراج في العلاقة بين إيران والسعودية فهذا سيؤثر في المجموع على علاقات إيران مع دول الخليج الأخرى. لكن هناك محدد خطير جدا في العلاقة ويتعلق بميزان القوى. من الواضح أنه حدث خلل في ميزان القوى الإقليمي بين إيران والدول العربية، وهذا ناشئ عن احتلال العراق بشكل أساسي. ما حدث مؤخرا، هناك محاولات لعمل توازن أو معادلة هذا الميزان من خلال طرف إسرائيل، وهذه مسألة في غاية الخطورة، هذه ستكون لها تبعات أمنية كبيرة. وإذا حدث ذلك وتصاعدت عملية التطبيع واستقدام إسرائيل إلى منطقة الخليج أكثر مما مضى، فهذا سيؤزم العلاقات وسيؤزم الأوضاع. ونعود هنا إلى ما أشرت إليه بالموقف الأيديولوجي لرئيسي، لأن رئيسي بما يحمله من مواقف وفكرياً وسياسياً هو سيدعم فيلق القدس والنفوذ الإيراني في المنطقة. هي دول الخليج تحتاج إلى بناء نمط جديد من الحوار مع إيران، لا ينتظر الغرب التعويل على أن الدول الغربية من الممكن أن تشرك دول الخليج في محادثات دولية مع إيران، هذا لن يحدث. والغربيين قالوا للإيرانيين ذلك وأكدوا لهم أنهم لا يسعون إلى ذلك. لذلك هي الفرصة في إجراء محادثات إقليمية، والمحادثات الأخيرة التي حدثت بين إيران والسعودية بالمستوى الذي وصلت إليه من الممكن أن يتم البناء عليها والاستمرار فيها ضمن وساطات من الممكن أن تكون من خلال العراق وقطر. هذه فرصة، وربما الكويت أيضا، لأن هذه الدول قطر والكويت وأيضا عمان لديها علاقات أفضل مع إيران. قطر على وجه التحديد تعززت علاقاتها بعد ما حدث في الأزمة التي حدثت مع بعض الدول الخليجية. لذلك هناك بعض الفرص التي من الممكن أن يبنى عليها لتشكيل حالة دبلوماسية أفضل بين إيران ودول الخليج، خاصة وأن هذه الدول في مجموعها لديها مصالح تتعلق بمسألة الأمن بشكل أساسي، بحيث أنها معنية بحالة أمنية مستقرة في منطقة الخليج. لذلك الأفضل من وجهة نظري استغلال فرصة الدعوة لحوار إقليمي الذي تدعو إليه إيران، والدخول بمفاوضات مباشرة بين العربية السعودية وإيران، بين دول الخليج وإيران.